بدأت اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بنواكشوط بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري تمهيدا لانعقاد الدورة العادية 31 لقمة الاتحاد الإفريقي يومي 1 و2 من يوليو القادم. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن المشاركة المصرية في القمة الإفريقية والاجتماعات التمهيدية لها تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في يناير 2019.